بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي الطلاب الدرس الخامس، أهلا بكم مع درس جديد من دروس متن الحديث، نقدمه لكم وعليكم أحمد مصطفى من خلال مدارس التربية الأكاديمية. درسنا اليوم هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا ان نتعلم كيفيه تواضعه حتى نقتدي به ونتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التواضع. التواضع خلق النبي، حتى عليه الاسلام وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل التواضع خدمه النفس والانجاز وعدم التوقع على الناس او اعتقادهم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، واليك نماذج من ذلك. صور من تواضعه صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يهدم نفسه في بيته ويقوم بشؤونه الخاصه. فقد سال رجل عائشه رضي الله تعالى عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ كان يسوي اعمال منزليه في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل نعلا، يعني يصدق النعام ويصيب الدم، ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتوقع عن السلام على الصبيان، يعني داخل مجموعه من الصبيان اثناء الصلاه يلقي عليهم السلام. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك يتضمن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه على الصبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني فعلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الانصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم، وكان لهذا العمل اثر في قلوب الصغار، فمن اثاره يزيد الحب واحترام وتقدير الصغار بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتح قلوبهم للقبول الهدي. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس بين اصحابه فيجيء الليل فلا يدري ايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسال، يعني لم يكن يلبس ثيابا تميزه عن غيره او يجلس جلسه تميزه عن غيره، اذا جلس في مجموعه لا يعلم القادم عليه ايهم رسول الله حتى يسال من منكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم من ذلك الا نتكبر على احد في المجتمع، لا نتكبر ابدا، لكل فرد له وظيفه لا نستطيع الاستغناء عنها. يعني مثلا يا شباب، على سبيل المثال عامل النظافه، هل يستطيع احدنا ان يشتغل على عامل النظافه؟ تكثر الامراض والاوبئه ويعم الوباء، اعاذنا الله واياكم من ذلك. فلكل شخص دوره، فلا نحقر من دور احد، فعلينا ان نتعامل بالرفق والتواضع مع الجميع. هناك نشاط بالاشتراك مع مجموعتي، اجيب عن الاسئله الاتيه، واكون في هذه الموضوع المتكامل عن التواضع. كيف تطبق كل التواضع في حياتك؟ كيف تقوم بنشر هذا الفرق بين المسلمين؟ اذكر بعض من الافكار والمقترحات الداعيه حول التواضع. بالعلاقات مع الناس والشعور بالرضا والسعاده بما قسمه الله. بالتوعيه عنه وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتواضع وذكر الموقف عنه في المواسم في المدرسه في الشارع في وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذه منشوره من الناس، يعني بشيء. لماذا نتعلم الاشياء حتى اولا نفعلها ونقوم بها ونطبقها في حياتنا العمليه، ثم نهدي بها الناس، ندل بها الناس، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، دل الناس عليه، علم الناس ما نتعلم، انشر خير للناس. اصمم برنامجات تطوعيه اساعد به عمال النظافه لتنسيق الطلاب. اكتب اهم خطوات هذا البرنامج. عمل على التواضع مع عمال النظافه، التحدث عن التواضع والصدق، وهل النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع
الآن للتقويم. السؤال الأول، اختار إجابة صحيحة وضع علامة الصح أمامي. من صور التواضع أن يبدأ الإنسان نفسه. صحيح. يحب ذلك الناس عليه. لا، هذا ليس مطلوب. يفرح بشكر الناس له. التواضع على الناس صورة من صور الله النعمة، صح ولا لا؟ التواضع رفع على الناس صورة من صور التواضع، ولا الكبر؟ أكيد. التواضع على الناس صورة من صور الكبر. اذكر أكبر عدد من الطرحات التي من شأنها أن تجعل الإنسان متواضعا. إيش اللي يجعلك شخص متواضع؟ علاقات بينك وبين الناس. تكون شخصية قيادية، شخصية قيادية محبوبة بين الناس كلها. ليش تكون محبوبة؟ لأنها متواضعة. الشعور بالرضا والسعادة، القيمة الأخلاقية الحسنة، التعاطف، تكريم ضغط الآخرين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.